لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال احتجاج الرافضي على إمامة علي رضي الله عنه لكونه مستجاب الدعوة. قال الرافضي السادس أنه كان مستجاب الدعوة، دعا على وسر بن أبطاه بأن يسلبه الله عقله فخولط فيه، ودعا على العيزار بالعمى فعمي، ودعا على أنس لما كتم شهادته بالبرص فأصابه على زيد بن أرقم بالعمى فعمي. والجواب أن هذا موجود في الصحابة أكثر منه وممن بعد الصحابة ما دام في الأرض مؤمن، وكان سعد بن أبي وقاص لا تخطئ له دعوة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهذا ليس في الصحيح، الله أعلم. أخرجه أبو عمر وأبو الفرج في الصف، ورواه الحاكم في المستدرك. هذا خطأ من الشيخ الإسلام. في صحيح مسلم أن عمر لما أرسل إلى الكوفة من يسأل عن سعد فكان الناس يثمون خيرا، حتى سئل عنه رجل من بني عبس فقال: أما إذ أنشدتمون سعدا فكان لا يخرج في السرية ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وعظم فقره وعرضه للفتن. فكان يرى وهو شيخ كبير تدلى حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري يغمزهن في الطرقات، ويقول: شيخ مفتون كبير، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. مع أن الجمع بين الحديث بين استجابوا لحديثهم ما لم يدعوا بإذن قطيع الأحكام، إيه وجه التعارض؟ هذا ليس بإذن، عرضه للفتن، عرضه للفتن عشان هو قايم للفتنة، جزاء من جنس العمل. هذا ليس تعرضا يدعو باسم سعد رضي الله عنه، دعا بالعدل. هذا الرجل يريد ان يوقع فتنه بين المسلمين، بين عمر وبين امرائه، بالباطل والكذب والزور. فكان هو متعرضا للفتن فيستمر تعرضه للفتن. ثم ان هذا من كرامات الاولياء، يعني في مصالح من حصول ذلك. يقول: مع ان هذه القصص المذكوره عن علي، لو أنا دعا على بسر وعلى إزار وأنس وزيد بن أرقم، هذه القصص عن علي لم يذكر لها إسنادا، فتتوقف على معرفة الصحة، مع أن فيها ما هو كذب لا ريب فيه، كدعائه على أنس بالبرص ودعائه على زيد بن أرقم بالعمى. وما هذا إلا من اختراعات الروافض مما لم يأتي بها دليل. وأما بسر والعيزار فليس لها سند صحيحة، ولا يعرف أصلا يعني مثل هذه القصص. شروط استجابة الدعوة، عمل صالح، أكل الحلال والإخلاص في الدعاء وعدم الدعوة بالإثم وقطيعة الرحم. أكل الحلال من أعظم أسباب استجابة الدعوة. قال الرافضي السابع أنه لما توجه إلى صفين لحق أصحابه عطش، فعدل بهم قليلا فلاح لهم دير، فصاحوا بساكنه فسألوه عن الماء
فقال بيني وبينه أكثر من فرسخين، ولولا أني أوتى ما يكفيني كل شهر على التقتير لتلفت عطشا. فأشار أمير المؤمنين إلى مكان قريب من الدير وأمر بكشفه، فوجدوا صخرة عظيمة فعجزوا عن إزالتها، فقلعها وحده ثم شربوا الماء. فنزل إليهم الراهب فقال: أنت نبي مرسل أو ملك مقرب؟ فقال: لا، ولكني وصي رسول الله، وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم على يده وقال: إن هذا الدير بني على طالب هذه الصخرة ومخرج الماء ومخرج الماء من تحتها. يعني يقول بناء على ايه؟ على حد حقيقي يطلع الصخرة دي ويطلع الماء من تحتها. وقد مضى جماعة قبلي لم يدركوه، وكان الراهب من جملة من استشهد معه، ونظم القصة السيد الحميري في قصيدته. والجواب أن هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب التي يظنها الجهال من أعظم مناقب علي. وليست كذلك، بل الذي وضع هذه كان جاهلا بفضل علي وبما يستحقه من الممادح. فإن الذي فيه من المنقبة أنه أشار إلى صخرة فوردت تحتها الماء وأنه قلعها. ومثل هذا يجري لخلق كثير. علي رضي الله عنه أفضل منهم، بل في المحبين لأهل بكر وعمر وعثمان من يجري لهم أضعاف هذا وأفضل من هذا وهذا. وإن كان إذا جرى على يد بعض الصالحين كان نعمة من الله وكرامة، فقد يقع مثل ذلك لمن ليس من الصالحين كثيرا. وأما سائر ما فيها مثل قوله إن هذا الدير بني على طالب هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتها، فليس هذا من دين المسلمين، وإنما تبنى الكنائس والديارات والصوامع على أسماء المقتدية بسير النصارى. فأما المسلمون فلا يبنون ما عابدهم وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلا على اسم الله لا على اسم مخلوق. يعني مش إن هو يحرم تسمية مسجد بني فلان، لا يقصد ذلك الشيخ الإسلام، فقد ثبت الحديث وقد بوب عليه البخاري باب مسجد بني فلان، مسجد بني زريق ونحو ذلك. وإنما المقصود أنهم لا يعظمون فيها إلا الله ولا يدعون فيها إلا الله. يقول: ومما فيه من قول عليه ولكني وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يبين أنه كذب على علي، وأن عليا لم يدعي هذا قط، لا في خلافة الثلاثة ولا ليالي صفين. في ذكر الرافضي قتل علي للجن والكلام عليه. قال الرافضي: الثامن ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بني المصطلق حيث خرجوا عن الطريق وأدركه الليل بقرب واد وعر، فهبط جبريل فأخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الشر به، فدعا بعلي وعوذه وأمره بنزول الوادي فقتلهم. والجواب أن يقال: أولا، علي أجل قدرا من هذا، وإهلاك الجن مولود لمن هو دون علي. لكن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي عند أهل المعرفة بالحديث، ولم يجري في غزوة بني المصطلق شيء من هذا. وقولوا إن هذا رواه الجمهور، إن أريد بذلك أنه مروي بإسناد ثابت
أو في كتاب يعتمد على مجرد نقله أو صححه من يرجع إلى تصحيحه فليس كذلك. وإن أراد أن جمهور العلماء رواه هذا كذب، وإن أراد أنه رواه من لا يقوم بروايته حجة فهذا لا يفيد. ودايما بيركز على رواه الجمهور، ده يروح جاي جاي مش عارف الثعلبي ولا أمثاله، يعني ده من أحسنهم. يعني قال في فصل في ذكر الرافضي رد الشمس لعلي وبيان كذب ذلك. قال الرافضي: التاسع رجوع الشمس له مرتين، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني بعده. أما الأولى فروى جابر وأبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يوما يناجيه من عند الله، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإماء. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما. فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما. حاجه هو ده عشان نفسه ما صلاش العصر. اه معنى كده يعني الناس ما صلاش، والمهم ان الناس كلها تبقى شايفه بقى الشمس هترجع تاني بعد ما غربت، ومحدش يحكي الحكايه المكذوبه دي. يعني واما الثانيه فلما اراد ان يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من اصحابه بتعبير دوابهم بتعبير دوابهم، وصلى لنفسه في طائفه من اصحابه العصر، وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك، فسال الله تعالى رد الشمس فردت عليه، ونظمه الحميري فقال: ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكب وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق معربي. والجواب أن يقال: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. وحديث رد الشمس له قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما، وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. يعني احنا مش هنفرح بحديث فيه معجزة وهو ايه موضوع. قال أبو الفرج: هذا حديث موضوع بلا شك وقد اضطرب الرواة فيه. وأما الثاني ببابل فلا ريب أن هذا كذب، وإنشاد الحميري لا حجة فيه لأنه لم يشهد ذلك، والكذب قديم وقد سمعه فنظمه، وأهل الغلو في المدح والذم ينظمون ما لا تتحقق صحته، لا سيما والحميري معروف بالغلو، فإن الذي فاتته صلاة العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد، وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم بيان كذبهم في ذلك، بل ما نقلها أحد ممن شهدها.
الحمد لله. ها مشغولين بقى، الشمس غربت، الناس صلت المغرب، بصوا الشمس طلعت تاني. فصل في ذكر الرافضي قصة خوف الناس من الغرق بالجوفة والكلام على ذلك. ده زي قصص كتيرة قوي عندهم، وحدويت، وزي قصص الصوفية. وكل ما منها ليس لها سر، احنا بنصدق بكرامات الاولياء وحصول خوارق العادات، ولكن هذا الامر يحتاج الى اسناد. النصارى شفنا برضه نفس الموضوع، مساله القصص والمعجزات لا، ليس عند هؤلاء الكفار ولا اهل البدع ما يقنعون به عوامهم الا بمثل هذه الاكاذيب. قال الرافضي العاشر ما رواه اهل السير. على فكره حد حتى لو ثبتت لا تدل على الامامه، هي تدل على ايه؟ الولايه والكرامه، لكن لا تدل على الامامه. مش ينفعش اهل السنه بطريقتهم في اقناع الناس القصص برضه بس. ها؟ ما ينفعش اهل السنه بطريقتهم في اقناع الناس انه يقعدوا يقولوا القصص. قال الرافضي العاشر ما رواه أهل السير أن الماء زاد بالكوفة وخافوا الغرق، ففزعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه، فنزل على شاطئ الفرات فصلى ثم دعا وضرب صفحة الماء بقضيب كان في يده فغاص الماء، فسلم عليه كثير من الحيتان ولم ينطق الجري ولا المرماهي، فسئل عن ذلك فقال أنطق الله ما طهره من السمك وأسكت ما أنجسه وأبعده. لا التعصفية زي دول. والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بأن يقال أين إسناد هذه الحكاية الذي يدل على صحتها وثبوتها، وإلا فمجرد الحكايات المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل أحد لكن لا يفيد شيئا. نتعلم يعني إزاي نرد على مثل هذه الخزعبلات، نقول له أول حاجة فين الإسناد. يعني إحنا بنصدق بكرامة الأولياء، لكن مش يمكن تكون من جنس كرامة الأولياء، دي إسنادها الأول، نسبتها الأول، وإلا فمشايخ الضلالة ومشايخ السوء كلهم يدعون لهم ليه الكرامات. نقول لهم اول حاجه يعملوا ايه؟ هاتوا الاسناد. الثاني ان بغله النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده. الثالث ان هذا لم ينقله احد من اهل الكتاب المعتمد على اهل الكتب المعتمد عليهم. ومثل هذه القصه لو كانت صحيحه فكانت مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، وهذا الناقل لم يذكر لها اسنادا، فكيف يقبل ذلك بمجرد حكايه لا إسناد لها. الرابع أن السمك كله مباح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني أن الجري والمرماهي، لأن أصناف سمك نجسة كلام بطل، كل أصناف السمك حلال. قد قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على حل السمك كله، وعلي مع سائر الصحابة يحلون هذه الأنواع، فكيف يقولون إن الله أنجز؟ ولكن الرافضة جهال يحرمون ما أحل الله بمثل هذه الحكاية المكذوبة. حرموا الأرانب؟ البغلة كانت عايشة بعد 30 سنة؟ ها؟ البغلة كانت عايشة بعد 30 سنة؟ اه، سبحان الله. فصل في ذكر الرافضي قصة الثعبان مع علي والكلام عليه. فعلا بقى الناس تقعد تحكي حدويت كده، ايه؟ فعلا بتاعت 1000 دين. قال الرافضي الحادي عشر روى جماعة أهل السير أن عليا كان يخطب على منبر الكوفة، فظهر ثعبان فرقي المنبر وخاف الناس وأرادوا قتله فمنعهم، فخاطبه ثم نزل، فسأل الناس عنه فقال إنه حاكم الجن. التبست عليه قصة فأوضحتها له، وكان أهل الكوفة
يسمون الباب الذي دخل منه الثعبان باب الثعبان. فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذلك الباب قتلى مدة حتى سمي باب القتل. والجواب أنه لا ريب أن من دون علي بكثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه وتسأله، وهذا معلوم قديما وحديثا. فإن كان هذا قد وقع فقدره أجل من ذلك، وهذا من أدنى فضائل من هو دونه، وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله بذلك. على فكرة هذه المسألة مسألة الجن يأتون فيستفتون إن تشكلوا، ونحن لا ندري ذلك. لكن أن يأتوا في سورة ثعبان ويستفتي في مجلس، فهذا لم يرد لا قديما ولا حديثا بأسانيد صحيحة، ولا يعني نصدق بشيء من ذلك إلا إذا صح إسناده. يقول وإنما يحتاج، يقول وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله بذلك، وإنما يحتاج أن يثبت فضيلة علي بمثل هذه الأمور من يكون مجدبا منها. فأما من يباشر أهل الخير والدين الذين لهم أعظم من هذه الخوارق، أو رأى في نفسه ما هو أعظم من هذه الخوارق، لم يكن هذا مما يوجب أن يفضل بها على علي. هو كان الصح أنه هو يجيب كما أجاب في ما قبل ذلك، وهو إيه؟ أين الإسناد؟ من هم هؤلاء أهل السير؟ وليس أننا نقول أنه لم يزل قديما وحديثا حتى نرى له. صحيح، دخل من الجامع والناس قاعده ساكته وطلع على علي رضي الله عنه. فصل في ابطال دعوى الرافضي إمامة بقية الاثنى عشر. قال الرافضي الفصل الرابع في إمامة باقي الأئمة الاثنى عشر لنا في ذلك طرق. أحدها النص، وقد تواترت به الشيعة في البلاد المتباعدة خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسين هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. والجواب من وجوه، أحدها أن يقال أولا هذا كذب على الشيعة، فإن هذا لا ينقله إلا طائفة من طوائف الشيعة هم الإمامية، وسائر طوائف الشيعة تكذب هذا، والزيدية بأسرها تكذب هذا، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم، والإسماعيلية يكذبون هذا. إسماعيلية طبعا أتباع إسماعيل ابن جعفر الصادق، هم طبعا بيقولوا ان اسمها بعد جعفر يجعلوها في مين؟ في موسى، هم يسموه موسى الكاظم. قال وسائر في فرق الشيعة تكذب بهذا الا الاثني عشرية، وهم فرقة من نحو 70 فرقة من طوائف الشيعة. وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جدا، وفرقهم الكبار أكثر من 20 فرقة، كلهم تكذب هذا إلا فرقة واحدة، فأين تواتر الشيعة؟ ربنا ابتلانا بأن زماننا أسوأ فرق الشيعة الأمة الرافضة هم اللي ظاهرين، حتى الزيدية بيطلبوا إيه؟ رضاهم ويدخلون في طاعتهم. الثاني أن يقال هذا معارض بما نقله غير الاثنى عشرية من الشيعة من نص آخر يناقض هذا كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشر، وبما نقله الراوندية أيضا، فإن كل من هؤلاء يدعي من النص غير ما تدعيه الاثنى عشرية. الراوندية دول طائفة من الزيدية أقرب الاثنى عشرية، بس يقولهم الإمام في زيد بن علي ابن الحسين وليس في الباقر. الإمامية يقولون الإمامة في مين؟ في محمد الباقر من أبناء زيد العابدين،
والزيدية يقولون إنما في زيد بن علي، وكلهم بيدعي إيه؟ الراوندية دول بيدعوا النص في ذلك. الثالث أن يقال علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطاب، وأخبارهم مشهورة متواترة، فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين، وإنما اختلق هذا لما مات الحسن ابن علي العسكري. وقيل إن ابنه محمدا غائب، فحينئذ ظهر هذا النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 250 سنة. ويقال إن ابن إنه لم يخلف ذرية، الله أعلم. حكاية دخول محمد السرداب دي يعني هي التي صنعت هذا الوهم. الرابع أن يقال أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة، كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما يقينيا لا يخالطه الريب، ويباهلون الشيعة على ذلك كعوام الشيعة ما عليه. فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذا، لم يكن هذا أقرب من دعوى علماء السنة بكذب هذا. الخامس أن يقال إن من شرط التواتر وصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط، وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر، ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر، وهذا القائم اللي هو اللي هيقوم بالأمر يعني في آخر الزمان، وإنما كان المدعون يدعون النص على علي أو على ناس بعده. أما دعوى النص على الاثنى عشر وهذا القائم فلا يعرف أحد قاله متقدما، فضلا عن أن يكون نقله متقدما، يعني هو مش قول أصلا، الكلام ده ما طلعش إلا بعد إيه؟ إلا في الكافي، كتاب بتاعهم بتاع الكليني اللي ادعى هذه الأقاويل، أما قبل كده ما كانش بي. الوجه السادس أن يقال قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين، وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون، فلم يكونوا مولودين قبل ذلك، فأي تواتر لهم؟ لأن خلال فترة كل الخلفاء الراشدين ما فيش ولا خبر عن ذلك. السابع أن الأحاديث التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان أعظم تواترا عند العامة والخاصة من نقل هذا النص، فإن جاز أن يقدح في نقل جماهير الصحابة لتلك الفضائل فالقدح في هذا أولى، وإن كان القدح في هذا متعذرا ففي تلك أولى، وإذا ثبتت فضائل الصحابة التي دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة امتنع اتفاقهم على مخالفة هذا النص، فإن مخالفته لو كان حقا من أعظم الإثم والعدوان. يعني لو في نص كده يستحيل الصحابة يخالفوه، لأن فضائلهم عظيمة جدا كلها تدل على الفضائل، فلو كان في نص كانوا أول من إيه؟ من يلتزم به. الثامن أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصل، فضلا عن أن يكون متواترا، وهذه الألفاظ تحتاج إلى تكرير، فإن لم يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوها، وإن العدد الكثير الذين حفظوا هذه الألفاظ كحفظ ألفاظ القرآن وحفظ التشهد والأذان جيلا بعد جيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو على أساس إيه؟ هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة، يعني إذا هذا الكلام يحتاج إلى حفظ، والتسعة المذكورين برضو يكونوا عايزين إنه يتقالوا. ونحن إذا ادعينا التواتر في فضائل الصحابة ندعي تارة التواتر من جهة المعنى
كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة ووقعة الجمل وصفين وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلي بفاطمة ونحو ذلك مما لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين، يحتاج إلى درس يعني كلام يتنقل ويتدرس قد ما يحفظوه، وكتواتر مال الصحابة من السابقة والأعمال وغير ذلك. وتارة التواتر في نقل ألفاظ حفظها من يحصل العلم بنقل، زي إيه؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، المرء مع من أحب. دي الألفاظ اللي ثبتت إيه؟ متواترة. طبعا القرآن هو اللي ثبت متواترة قبل ذلك، فالألفاظ دي عايزة حفظ عشان تنقل، ده مش نقل معنوي. الوجه التاسع أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا النقل، وأنهم لم يكونوا يدعون أنهم منصوص عليهم، بل يكذبون من يقول ذلك، فضلا عن أن يثبتوا النص على 12. فصل في الكلام عن حديث المهدي. أما الحديث الذي رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وذلك هو المهدي. فالجواب أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره رحمك الله. احنا مش عشان الشيعة بيقولوا في مهدي نقوم احنا ايه عشان نرد عليهم نكذب المهدي، لا، احاديث المهدي ثابت كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه. ما فيش اختلاف معتبر، اللي بيضعفها كلها اجمالا ليس من اهل العلم، يبقى ممكن حديث يقع فيه اختلاف، لكن مجموعها لا يمكن ان يقع فيها اختلاف سائغ. يقول كقوله في الحديث الذي رواه ابن مسعود: لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. يبقى المفروض ان يكون اسمه محمد ابن عبد الله وليس محمد ابن الحسن. يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، رواه الترمذي وابو داود من روايه ام سلمة، ورواه ابن ماجه ايضا صححه. مين ده؟ طبعا امام من اهل السنه، الإمام المهدي إمام من أئمة العدل من الخلفاء الراشدين المهديين، عالم وعادل يملأ الأرض أرض الإسلام قسطا وعدلا. وأيضا فيه المهدي من أترتي من ولد فاطمة، رواه أبو داود من طريق أبي سعيد، وفيه يملك الأرض 7 سنين. ورواه عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد. عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض قسطا. برضو رواه أبو داود. نعم، ليه قلنا أرض الإسلام؟ علشان المعارك الكبرى مع الروم ومع اليهود مع الدجال بعد ذلك، اذا كان في ارض ما زال في زمن المهدي يملكها النصارى يملكها الروم، حسب ما تكون في ذلك الوقت. هذه الاحاديث غلط فيها طوائف، طائفة انكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، حديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه، وليس مما يعتمد عليه. ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به، وليس هذا في مسند الشافعي. وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي، وأن يونس لم يسمعه من الشافعي. الثاني أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا هو مهديهم، مهديهم اسمه محمد بن حسن، والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله. فصل في إبطال دعوى الرافضي وجوب معصوم لكل زمان. قال الرافضي الثاني أن قد بينا أنه يجب في كل زمان إمام معصوم، ولا معصوم غير هؤلاء إجماعا. والجواب من وجوه، أحدها منع المقدمة الأولى كما تقدم، يعني لا يلزم أن يوجد في كل زمان معصوم، خصوصا معصوم لا ينتفع الناس به في علم ولا عمل، فكيف يقال لا قوام للدنيا إلا به؟ يعني المهدي اللي في السرداب ماذا ينتفع الناس به؟ يعلمهم ماذا من علوم الدين؟ وماذا يقيم فيهم من الإسلام والجهاد حتى يقال لا قوام للدنيا إلا به، وأنه يجب أن يورد معصوم؟ هذا كلام باطل. الثاني منع طوائف لهم المقدمة الثانية، إن بيقول لا معصوم غير هؤلاء إجماعا. أولا المقدمة الثانية إن منع عصمة هؤلاء. الثالث أن هذا المعصوم الذي يدعونه في وقت ما مذ ولد عندهم أكثر من 450 سنة، ده أيام البريطانية، إنه كان 250 تقريبا، البريطانية كان في 700 مثلا وشوية، يبقى أي 450 سنة، دلوقتي بقى كام؟ 1200 داخلين هو على 1200 يعني 41 دلوقتي، يعني 1200 تقريبا. فإنه دخل السرداب عندهم سنة 60 و200، 260، يبقى كده فاضل كام؟ 1180. يقول وله 5 سنين عند بعضهم وأقل من ذلك عند آخرين، ولم يظهر عنه شيء مما يفعله أقل الناس تأثيرا مما يفعله أحد الولاة والقضاة والعلماء، فضلا عما يفعله الإمام المعصوم. فأي منفعة للوجود في مثل هذا لو كان موجودا، فكيف إذا كان معدوما؟ أقول قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.